السلام عليكم البنات، لاباس؟ كي دايرين؟ بخير، هانين مرتاحين. نتمنى يا ربي تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو هذا اللي غادي نصوبوا فيه هاد البونبونيير اولا هاد البلاطو ميغوار اولا كل واحد شنو كيسميها. بطريقه جدا سهله وبسيطه، متواجد المكونات ديالها في كل بيت. بالنسبه للمكونات، اول حاجه كنحتاجوها هي الاسمنت اولا السيما، يعني ضروري اي واحد كيعرفها سواء في المغرب اولا في الجزائر، لان عندي طاجة متتبعات من الجزائر. كنخلطوا السيمه مع الماء كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، هذه يعني طريقه جدا سهله وبسيطه. نخلطوها مزيان كما كتشوفوا. انا فاش خديت هذه السيمه هذه لقيتها بارده شويه، يعني كتقور معايا. فاش كتكون السيمه جديده مازال جديده يعني ما كتقورش، دغيا دغيا كتتقنى مع الماء. انا غنبقى عليها بهذه الطريقه هذه بحال اللي كان معك فيها بالمعلقه باش غادي تطلق ليا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. وبطبيعه الحال الخليط كنخليوه ما يكونش خفيف بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل بزاف، يعني يكون ما بين وبين، على شكل كريمي، يعني كريمي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. كنبقى غاده جايه بالمعلقه، والسيمه خلاص راه دغيا دغيا كتشرب من الماء، يعني واخا ديروا كميه اكثر شي شويه ديال الماء راه دغيا دغيا كتشربها، يعني ما تخافوش. اولا الا كان عندكم زايد يمكن لكم تزيدوا، ماشي مشكل، وراها هي دغيا دغيا كتقصح، يعني خصنا نديروا هاد العمليه هذه بزربه كما كتشوفوا. غادي ناخذوا طاسه خاويه، اي طاسه متوجده عندكم اي شكل بغيتوا ديروه. انا كنعطيكم فقط الفكره كي ديما كنقولها لكم، كندير فيها واحد شويه ديال الزيت الروميه، وضروري البنات تكون طاسه ديال البلاستيك، من غير طاسه البلاستيك راه ما غتنجحش معاكم. هذه كندهنوا هاد الطاسه هذه بهكا بالزيت. علاش كندهنوها بزيت؟ باش ما كتلصقناش داك السيمه فاش كنديروها، ما كتلصقناش في الطاسه، دغيا دغيا كتزولنا بسهوله. وغادي ناخذ هاد الاسمنت ديالي، هانتوما كي كتشوفوه، يعني كي قلت لكم يكون على شكل كريمي، ما هو جاري ما هو عاقد بزاف. وغادي نخويه في داك الطاسه هذه اللي شفتوني ديجا دهنتها بالزيت. ودابا غادي نوريكم شنو غادي ندير. غناخذ كاس ديال العصير كما بغى يكون الشكل ديالو، نتوما كتختاروا اللي بغيتو. انا عندي هذا وعندي هذا، بغيت ندير داك الطويل شي شويه باش تجي هاد البونبونيغ عندي مهزوزه. غادي نديرو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وغادي نخليه يبس ليله كامله. الا كان الصهد اولا الصيف، فصل الصيف دغيا دغيا راه كينشف 4 ساعات كينشف. دابا من بعد ما نشفنا انا قلبت الكاس هنايا كما كتشوفوا، بغيت نخلي داك الشكل اللي جاي بحال الاناناسه هو اللي يجي من التحت باش تبان لي كامله. هانتوما غادي تعرفوا علاش. دابا غنزولوه غير بشويه، وكيزول بكل سهوله ان فوا كندهنوا هاد الطاسه هذه بالزيت، راه كيزولنا بكل سهوله. هانتوما كما كتشوفوا معايا طريقة جدا سهله وبسيطه. وها شكل الاناناسه كما قلت لكم، فاش كنزولوه كيجي باين افضل، حسن ما غادي يبان التحت ديال الكاس. ودابا غادي نصبو بالبومب، تكون في الذهبي اولا الفضه على حسب نتوما لو تام اللي باغيين تمشيو عليه، اما الذهبي اما الفضه. كاين اللي كيدير الكحل، كل وحده شنو كتبغي دير، وكل وحده شنو كتبغي تصبغ بشهوتها. دابا غادي نصبغو انا بهاد البومب هذه الذهبيه، غادي نرجها مزيان وغادي نبعد شويه وغادي نضرش. هانتوما كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، انا يعني باغا اصلا غير كاس هو اللي نصبغو، ولكن ماشي مشكل زدت شي شويه في داك السيمه اللي باينه، واخا هي كتبان لكم شقه ماشي مشكل، لكن من نهائيا ما كتبانش. غير بغيت نزيد هذا الرشات فيها وصافي. انا عندي الاساس هو الكاس يتصبغ فقط، لان حتى شي حاجه ما غادي تبان من غير الكاس. طبيعه الحال الصباغه ديال الرشاش اذا كانت شي يعني نوعيه ممتازه فعشر دقائق كتيبس، يعني ما كتاخذش وقت كثير. وبالنسبه دائما كنديروا شي بلاستيكه ولا شي كارتون من تحت البلاصه اللي غنصبغوا فيها باش ما كيترش لنا لا الزليج حتى شي حاجه كضيع علينا. ودابا من بعد ما دازت كيقول لكم المده ديال 10 دقائق دغيا دغيا نشف ليها. نتوما كما كتشوفوا الكاس جا فعلا بحال الشكل ديال الاناناس. دابا راه ما غيبان لكمش مقلوب، ولكن فاش كنقلبو كيجي بحال الاناناس كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نبداو في التزيين. خديت هاد الدونتيل هذا، هاد الشكل اللي لقيتو عند
محلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الخياطه والعقيق. لقيت عند واحد المحل عندي معتمد كان خدامه من عنده هادشي هذا، جابوه جديد وقلت علاش لا ما نجربوش نشارك معكم هذه الطريقه هذه ديال الزين ديالو. وكاينين شكلات بزاف صراحه كتحيري شنو تاخدي. انا المهم عجبني هذا وقلت نطبق معكم الطريقه حتى فاش تمشيو اللي لقيتوه عنده واللي عجبكم كيمكنكم تستعملوا. انا كنقول لكم كنعطيكم فقط الفكره وانتم كتطبقوها في ديوركم بشهوتكم بذوقكم باللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ديروا نفس هادشي اللي كندير انا، وانما كتاخذوا الفكره. كما كتشوفوا كنجيب بيستولي وكنلصقوا به، يعني دابا اي دار مغربيه تقريبا كتلقاي فيها هذا البيستولي هذا ديال الشمع اللي دائما كنقول لكم في اي فيديو كنخدم به، يعني الثمن ديالو كيتراوح ما بين 30 درهم 40 درهم 50 درهم الصغير، والكبير ما بين 60 درهم حتى 150 درهم، نوعيه ممتازه وكيبقى معاك. وبالنسبه للشمع البنات استعملوا الشمع الابيض، الشمع الابيض ديال السيليكون ماشي الشمع الاصفر، لان داك الاصفر ما كيكونش نوعيه زوينه ودغيا دغيا كيبقى يلبس ودغيا دغيا كيطير لنا داك الحاجه اللي لصقنا بها. هذا النوع الابيض كيبقى يعني اللصق ديالو شاد مزيان كما كتشوفوا. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه حتى نلصق كاع هذا الدونتيل هذا. طريقه جدا بسيطه. وهاد لي بونبونيير ميغوار كيكونوا كيتباعوا في لي غون سيرفاس باثمنه خياليه اولا في لي سيت، يعني هادو كيطيحوا عليك بثمن جد مناسب. كيمكن لك تحط فيهم يعني لي طارت، كما كيمكن لك تحط فيهم العطور ديالك فوق الكوافوز، كيمكن لك تحط عليهم اي حاجه بغيتيها. مهم ضروري كيضاف واحد اللمسه راقيه للديكور ديال البيت ديالك. دابا غادي ناخذ مرايا على شكل دائري كما كتشوفوا، وغادي نلصقها فوق هاد السيمه هذه اللي كتشوفوها هذا، يعني كيطيح عليك اقتصادي وزوين. انا الصراحه كنصحكم انكم تجربوه وتشاركوه معايا في لي كومونتير علاش لا، واي حاجه بغيتوني نصوبها لكم مرحبا كتقولوها لي فقط في الكومونتير تشاركوها معايا، وانا كنديرها عباره عن فيديو ونطبقها معكم هنايا في القناه مرحبا. وكيقول لكم عندنا هنايا اخوات من الجزائر ومن المغرب يعني متتبعات وفيات، دائما الصراحه كناخذ بالنصائح ديالهم اللي كيعطوني في لي كومونتير، ولي فيديو اللي كيبغيو نشاركهم معاهم كنشاركهم معاهم علاش لا، مرحبا بكم في اي وقت. دابا من بعد ما حطيت المرايا غادي نجبد كاع داك الدونتيل اللي دخل ليا داك الجنيبات ديالو هكا بموس رقيق او اي حاجه عندك رقيقه شي مشكل. وكنبدا نثبت المرايا بهذه الطريقه هذه. كيمكن لك تكتفي فقط بالدونتيل هكا مع المرايا، كما كيمكن لك تبدي تزيدي تزينيه بالطريقه اللي غنوريكم دابا. تبعوا معايا الفيديو حتى للاخر. هاد لي زيستراس هادو كما كتشوفوا غادي نزيد نكمل باش داك الجوانب ديال المرايا، حيت انا ما بغيتش نطلع الدونتيل فوق المرايا، بغيت نخليه لتحت ونزيد ليه هاد الجوانب هادو اللي من لي زيستراس نيت بالبستولي كما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي. وكنبقى غاديه مع الدوره كامله. بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو كنتو اول مره كتشاهدوه يمكن لكم تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو كنحطو جديد على القناه، ولي لايك 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 باش يوصل اكبر عدد ممكن من المتتبعين ومن المشاهدين. ويمكن لكم تبارطاجيوه حتى في لي جروب يعني ديال الاعمال اليدويه في السوشيال ميديا كالفيسبوك الانستغرام. غنبقى غادا بهذه الطريقه هذه حتى غنفينيها كامله. نحيد هاد الحواف هادو كلهم غادي نطيرهم اللي كيكونوا ديجا طالعين على المرايه وغنكمل. هي طريقه جدا سهله وبسيطه ونتمنى انكم تجربوها يعني وتستافدوا منها. كيقول لكم الاعمال اليدويه كتحيدنا حتى الطاقه السلبيه، وميم طون كتبقاي دايره شي حاجه بيرسوناليزي في دارك، وفي نفس الوقت فوق ما كدوري كتعجبك وكيعجبك حتى الحال انك صورتي حويجه مزيونه بوحديتك بيديداتك. وهذا هو الشكل النهائي ديال بونبونيير ميغوار. كنتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.